شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات وعدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاستعراض الذي قدمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية وباسمكم جميعا أن أتقدم بخالص التهاني إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم محمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. بمناسبة تحقيق مملكة البحرين قائمة من الإنجازات المشرفة خلال الفترة الأخيرة في العديد من مجالات العمل الوطني وعلى مستوى دول العالم، حيث تأتي هذه الإنجازات انطلاقا من الرؤية الإصلاحية والتوجيهات الملكية السامية والمتابعة والدعم من قبل الحكومة الموقرة، معربا عن خالص الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات على التعاون والتنسيق والمتابعة في تطوير الأداء والخدمات الإلكترونية لتنفيذ عمليات التحول الرقمي. ويسعدني أن يكون لقائنا اليوم حول أحد الإنجازات النوعية التي تم تحقيقها مؤخراً كما ورد في تقرير الأمم المتحدة لهذا العام، حيث تقدمنا 36 مرتبة لتكون مملكة البحرين ضمن الفئة الأعلى في طليعة دول العالم. حضور الكرام، يزيدني فخراً في هذا اللقاء أن أشيد بجهودكم المخلصة وتصميمكم الراسخ والذي يعكس ما تتحلون به من وطنية وإخلاص وانتماء، آملاً أن يكون هذا الإنجاز المشرف دافعاً معنوياً لنا جميعاً لتحقيق مزيد من النجاح بإذن الله. وإن المشاريع الرقمية التي نفذتها الجهات المعنية وساهمت في هذا التقدم اللافت بتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024، والذي كشف عن مستويات متقدمة للغاية في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الإلكترونية ورأس المال البشري، جاءت متمشية مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، لا سيما فيما يتعلق بتبني التخطيط الاستراتيجي الموحد بين الجهات ورقمنة الخدمات الإلكترونية. حضور الكرام، إنما ساهمتم في تحقيق من إنجاز تقني مرموق يضاعف من مسؤوليتنا المشتركة ويدفعنا نحو المحافظة على هذا التقدم والاستمرار في انتهاج سياسات الابتكار وتوظيف التقنيات لتوفير أفضل الخدمات والنظم للارتقاء بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وأنني على ثقة بأنكم ستواصلون جهودكم المخلصة في هذا المجال لتحقيق تطلعات الحكومة الموقرة في خدمة المواطنين الأعزاء. ختاماً، أجدد لكم جميعاً كل الشكر والتقدير على هذا الإنجاز المشرف، داعياً الله تعالى أن يديم على البحرين نهضتها وأمنها واستقرارها في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وشكراً.
وقد جاء في الاستعراض الذي قدمه السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن البحرين تقدمت 36 مرتبة في الترتيب العام وصنفت ضمن الفئة الأعلى، حيث أحرزت تقدما واضحا في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية. ففي مؤشر البنية التحتية للاتصالات تقدمت 55 مرتبة واحتلت المركز العاشر عالميا، وفي مؤشر الخدمات الرقمية تقدمت 31 مرتبة، فيما تقدمت 33 مرتبة في مؤشر رأس المال البشري. ووفق تقرير الأمم المتحدة تبوأت البحرين المكانة الأولى دوليا في مؤشري تبني التكنولوجيا في الخدمات الحكومية والإطار المؤسسي الرقمي. كما أشار الاستعراض إلى أن عوامل الإنجاز تشمل دعم القيادة وتوجيهات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات وتشكيل اللجان الرئيسية وجهود الجهات الحكومية وفرق العمل. اهتمام الحكومة الموقرة بمختلف البرامج التطويرية وتسهيل الإجراءات على المواطنين وعلى المستثمرين، وبالأخص طبعا المبادرات الخاصة بتطوير المؤشر، اهتمام معالي وزير الداخلية وتشكيل الفرق الرئيسية والفرعية، والعمل على عدد كبير جدا من المبادرات، عشرات المبادرات، وعندنا فرق عمل من 55 جهة حكومية، حوالي 370 شخص ساهم كل هذا العمل المتضافر في تقدم مملكة البحرين 36 مرتبة لتكون 18 عالميا. أيضا في معظم المؤشرات التقدم كان جدا كبير، في البنية التحتية للاتصالات 55 مرتبة العاشر عالميا، والدولة الأولى في العالم والوحيدة اللي كانت في التكنولوجيا المعلومات حققت 100%، وأيضا في الإطار المؤسسي الدولة الأولى عالميا. يعني هذه المؤشرات والأرقام دليل على اهتمام الحكومة بتطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين. التقرير المتحدة يعتبر تقرير محايد يقيم جميع الدول العالمية المنطوية تحت الأمم المتحدة، فبالتالي احنا يعني نبتقي من هذا المؤشر وهذا المركز انه يعطينا دفع اكبر لخدمة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين. احنا يعني نعم مركز 18 مقابل احنا عندنا جهود ومسؤوليات اكبر في تحسين الخدمات الحكومية اللي نقدمها للمواطنين، في تعزيز القنوات الإلكترونية اللي نقدمها للمواطنين، تقليل المستندات والموافقات والإجراءات البيروقراطية للخدمات الحكومية، كذلك ربط الجهات الحكومية بمنظومة إلكترونية واحدة، فبالتالي عدم طلب أي معلومات بيانات إضافية من المواطنين. هذا الهدف الرئيسي اللي من خلال يعني وصولنا هالمركز يعطينا صراحة مسؤولية كبيرة للوصول لهذا الهدف. حاليا عندنا بعد تحدي أكبر ومسؤوليات أكبر في تطوير 300 خدمة حكومية وتقديمها للمواطنين بشكل بسيط وسلس وسهل. في النهاية خدمة المواطن هي المبتقى، وبالتالي وصولنا للهدف الأسمى وهو تطوير خدمة إلكترونية متكاملة وشاملة تغطي جميع الجهاز الحكومي.